مؤاخذة، نسيت أسأل عبد السلام على نوع الدخان اللي بيشربه. لكن انتوا دخلتوا هنا ازاي تاني؟ ما هو اصلي يا عبد السلام ادى لكل واحد منين مفتاح للشقة. ايوه مش قلت لك يا ست هانم احنا ساكنين في الشارع؟ يعني لازم تقول له ان احنا معانا مفاتيح. مش هو اللي سأل؟ قوم تقول له. هو انا عامل دور خلاص؟ ايوه انا مفاتيح. والله يا عيال قاعدين تتخانقوا هنا وما جبتوش الغموس. والله المستعجل هو اللي ينزل يجيب بقى، وانا احنا حذرين عنوكو. ايه ايه بقى كده؟ ايوه كده والله العظيم. هو اللي انت ولا ناس الحاج انت يا احنا ورين. عايزين الشامو من دمك، الشامو من دمك. انت جيت؟ نهارك اسود ومنجم بستين نيلة. امسك اعصابك يا معلم، ولا دايم الا وجه الله، كلنا هنموت. اتفاهم بهدوء. ابقى اتفاهم بقى في القصر العيني لما شرعك. ابراهيم. يا سعادة بيه، انا بس هروح لغاية البيت اديهم خبر اللي انا في القصر العيني. ما تبقاش عايل يا ابراهيم. كده هتضيع نفسك في شربة مية. تصرفك ده فيه تأبيرة. وماله؟ اقلع عضكم عيتين ثلاثة معاكم يا قبل ما يشتقوه. مرة تحرص ويأكلوك، ومرة ما تجيش ويحكموا فيها. انت حد مسلطك علينا ولا ايه؟ انا هعمل له نقض على حساب يا معلم. مش هتلحق وشرفك. هقوم له محامي شاطر جدا على حسابي. سيبك مني، انا مقلب. انت حسابك في الدنيا انتهى. تحب تتشايف ولا تموت فيك؟ ستكس. على فين يا عروستنا يا حلوه؟ هروح لماما يا استاذ عبد السلام. ومش عيب برضه تسيب البيت علشان شوية زعل فاضيين؟ وعرفت منين؟ ما تعرفيش ان انا اقدر اقرا افكارك، ومن شنطة هدومك اقدر اقولك على كل اسرارك. انا عرفت اللي حصل امبارح من افراد العائلة، ورحت النهاردة الصبح دفعت قرشين لصاحب البيت وجبت منه المفتاح. بس هو من يوم ما اتجوزنا دايما عصبي وقلقان. انت عارفة ان ظروف الحياة مش سهلة، وده راجل لسه بيبني حياته. معلش برضو لازم اروح لماما واقول لها عشان تشوف لها طريقه وياه. ما فكرتيش ماما قد ايه هتبقى حزينه اما تعرف ان بنتها الوحيده مش سعيده في حياتها، خصوصا وانت عارفه ان ماما ست رقيقه قد ايه وانسانه قد ايه وظريفه قد ايه. عندك حق، كفايه انها عاشت على ذكرى المرحوم بابا 15 سنه بحلم. زي تمام. ورفضت كل اللي تقدمه لها. زي تمام. مع انها في عز شبابها. زي تمام. ايوه كده، اضحكي اضحكي وخلي الدنيا تضحك معاكي، وارجعي بيتك وقابلي جوزك لما يرجع بابتسامتك الحلوه دي، وتاكدي انه هينسى كل شيء. ميرسي قوي يا استاذ عبد السلام. العب. يلا مع السلامة. بقول ايه؟ هي ماما مش جاية عندكم قريب؟ هي ايه الحكاية؟ ماما
صوتك جامد انت نايمه. انا بقالي ربع ساعه عمال اخبط ما حدش جوه. يبقى اكيد ما حدش جوه. يعني حد على مشوار تاني. في حاجه اقدر اساعدك فيها؟ معايا بدله يا ستي دي عايزه اديها لك. طب هاتيها انا اوصلها لها لما تيجي. حضرتك فاتنا هنا؟ اه في اخر دور وصاحبتها كمان هاتي. يبقى كتر الف خير. مع سلام. حبيبي طول عمرك شاهد. طب يلا تعالى خش جوه استريح وانا هجيب لك الاكل في اوضه النوم. اوعى تكون لحمه امبارح. ما تخافش يا حماتي اطمن. يا نهار اسود حماتي انت بتدلعيني كمان. وعدتني اني ممكن اشتغل ونساعد بعض في مصروف البيت. انا مش عايز اتعبك يا حبيبتي. غير كده كمان القرشين اللي هتقبضيهم هيضيعوا ما بين المواصلات تاكسيات وفير بتاع الشغل. وهو انا هشتغل شغلانه عاديه من دول؟ امال انت هتشتغل ايه؟ جدي وعدتني تمرني في اسبوع. الحقيني يا ام احمد. انت حد مسلطك عليا؟ رقصة. اقول لهم ايه؟ انا متجوز رقصة. البنت عارفين اللي بيكسروها. رقصة. انا متجوز رقصة.